إلينا الأستاذ أنس أبو عرخوب خبير الشؤون الإسرائيلية من رام الله. أستاذ أنس، يعني بعد التحية، بداية نقف معك على آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وحالة استمرار الغارات الإسرائيلية والعدوان على مدن القطاع. نعم، واستهداف المدنيين على قطاع واسع بكل زخمة، وإسرائيل يعني تشعر أن يدها مطلقة في مواصلة هذه الحرب باستهداف التجمعات السكنية وجوع المواطنين الفلسطينيين الذين يفرون من مكان إلى آخر، ويتم استهداف يعني الشجر والحجر وكل أوجه الحياة. يا أستاذ أنس، كيف ترى تصريحات رئيس الولايات المتحدة جو بايدن حول هدنة أو مفاوضات لهدنة مرحلية واستمرار إسرائيل في مضاعفة حجم الهجوم البري والجوي على مختلف مدن القطاع؟ يعني هذه خدعة جديدة تمارسها الإدارة الأمريكية لدواعي اقتصادية. الإدارة الأمريكية لو أرادت فعلا إيقاف هذه الحرب ستوقفها بممارسة ضغط فعلي وحقيقي على بنيامين نتنياهو. الإدارة الأمريكية تريد تحرير الجنود الإسرائيليين الأسرى دون إيجاد يعني وقف فوري لإطلاق النار، وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ولم يتحدث عن رفع الحصار ولا عن إعادة الإعمار. إذن يعني هو يريد تحويل قطاع غزة إلى محرقة كبرى بعد إنقاذ الجنود الأسرى الإسرائيليين. يعني هو يتحدث عن 125 أسير من الجنود الإسرائيليين، ويتجاهل 2 يعني مليونين فلسطيني يتم إبادتهم بالتدريج منذ 8 شهور. هذه مكي يعني مذاكيل بمكيالين، ويعني بالإمكان يعني ويرى فيه الفلسطينيين إهانة لهم، وتزيد نتنياهو بمبررات جديدة لمواصلة الحرب على قطاع غزة. يعني إذا كان نتنياهو عازم على مواصلة الحرب على قطاع غزة وأيضا الاستمرار في الحرب وتوسيع الصراع مع الجنوب حزب الله في جنوب لبنان، يعني هل تهديد الوزيرين من الحكومة المتطرفة بالاستقالة إذا ما توقفت الحرب هو خدعة أخرى، أم ماذا وراء هذا التهديد؟ يعني بنيامين نتنياهو يريد تفادي الظهور بمظهر أنه الشخص الوحيد الذي يطالب باستمرار هذه الحرب. هو يسعى أيضا إلى أن يعني يظهر هؤلاء الذراع هذه المواقف لكي يؤكد للمجتمع الدولي أن هذه الحرب على قطاع غزة هي حرب الإجماع الإسرائيلي. بالمناسبة، الرغبة في مواصلة الحرب و يعني المضي قدما في مشروع الإبادة هي رغبة إسرائيلية تتخطى بنيامين نتنياهو حتى يعني شركائه في مجلس الحرب الذين ينظر إليهم خطأ على أنهم يعني معتدلون يريدون مواصلة حرب الإبادة في قطاع غزة. وهنا إشارة إلى بيني جانس وأيزنكوت. أيزنكوت يقول على سبيل المثال: بعد استنقاذ وتحرير الأسرى بإمكاننا افتعال أي حرب جديدة والاستمرار قدما
السياسي والمضي إلى الأمام في حرب الإبادة على قطاع غزة. المضي إلى أي أمام سيد أنس؟ يعني هم وصلوا إلى رفح الفلسطينية ومصر تقف بالمرصاد لكل ما قد يهدد أمنها القومي، والموقف المصري معلن وواضح حيال ما يتم في رفح الفلسطينية وقطاع غزة بشأن عام، والقضية وعملية النازحين التهجير القسري أو الطوعي. يعني هو سيحدث يعني عملية إبادة، قتل أكبر كم ممكن وتدمير يعني المنشآت والإجهاز على كل المنشآت وتدمير التربة، ويعني جعل قطاع غزة مكان غير يعني لا يستطيع أن يعيش فيه البشر من أجل أن يغادر الفلسطينيون طوعا. هذا المشروع يعني مشروع يحمله الجيش الإسرائيلي، ويرى في الحرب الحالية فرصة متاحة لتنفيذ هذا المشروع. تم تدبير المنازل، تم تدبير المشافي، تم تدبير المدارس، تم تدبير يعني الحقول الزراعية والمزارع وكل شيء من أجل يعني دفع الناس إلى مغادرة قطاع غزة إلى الخارج. هذا هو الهدف النهائي الإسرائيلي، ولقد يعني حقق الجيش الإسرائيلي جزء كبير من هذه الأهداف. الآن معظم مشافي قطاع غزة خارج الخدمة، معظم المدارس خارج الخدمة، حتى الشوارع والأسفل تم تدميرها، ناهيك عن المنازل والأشجار والتربة التي يعني التي تم تدميرها بضخ المياه المالحة فيها، يعني حتى الطيور والنباتات لم تعد قادرة على الحياة في قطاع غزة. هذا هو الهدف الحقيقي من هذه الحرب. الجيش الإسرائيلي يعني حقق الجزء الأكبر من هذه الأهداف كلها في النهاية لتصب في لتحقيق هدف واحد ووحيد، ويعني دفع الشعب الفلسطيني إلى الهجرة إلى الخارج. نعم سيد أنس، باعتباركم خبير في الشؤون الإسرائيلية، كيف ترى تأثير المظاهرات في الداخل الإسرائيلي على موقف نتنياهو من الحرب أو توسعه في الصراع مع الشمال والجنوب الإسرائيلي؟ حتى الآن نطاق هذه التظاهرات محدود نسبيا، لم تستطع هذه المظاهرات حشد مئات أو عشرات الآلاف من الإسرائيليين، لم تفلح في تعطيل الروتين اليومي للحياة لإسرائيل، لذلك لا يرى فيها نتنياهو يعني ورقة ضغط فعلية وجدية تجبره على الذهاب باتجاه صفقة لتحرير الأسرى الجنود. سيد أنس، أيضا موقف المعارضة يعني كيف تراه وهم يعني باتجاه قبول الصفقات التي يتحدث عنها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة كسب فرصة عودة الرهائن والمحتجزين؟ يعني زعيم المعارضة الإسرائيلية يناديد طالب وحتى نتنياهو على التوجه لإبرام هذه الصفقة باعتبارها فرصة ربما تكون أخيرة لاستعادة الجنود الأسرى الإسرائيليين، ولكن نتنياهو يعني لا يلتفت لمثل هذه الدعوات، هو ما يعني يستند في حكومته على غالبية 64 مقعد في الكنيست، وجزء من هذه الأحزاب تهدد في حال استجابة للمقترح مقترح الصفقة في الانسحاب من الحكومة، ونتنياهو يفضل نجاة حكومته على نجاة الأسرى من الجنود المحتجزين في قطاع غزة.
يعني سيد أنس، هل ترى أن هناك فاعلية للتحذيرات الدولية من توسيع رقعة الصراع في المنطقة، خاصة وأن نتنياهو يوما بعد يوم يعني يضاعف من حجم الاعتداء على الجنوب اللبناني والاشتباك مع حزب الله؟ يعني نتنياهو حتى الآن يشعر أن لديه تفويض أمريكي أوروبي في استمرار هذه الحرب. هو يعني يشعر بالدعم الألماني والدعم الأمريكي والدعم الفرنسي في مواصلة هذه الحرب. هذه الدول وفرت لنتنياهو ولم تزل منذ 8 شهور الشرعية الدولية للاستمرار في الحرب ويعني توسيع نطاقها على الجنوب اللبناني. هذه الدول وإن أصدرت تصريحات صحفية فإنها غير مقرونة بضغوط فعلية وجدية من هذه الدول. يصل السلاح الذي تستخدمه إسرائيل في حرب الإبادة في قطاع غزة وحرب الإبادة في لبنان. هل تتوقعون يعني أن هذا السعي لتوسيع رقعة الصراع هو تحت السيطرة والتحكم، أم أنه قد تخرج الأمور عن حدود السيطرة وتشتعل ربما يعني المنطقة بسبب جرائم جيش الاحتلال؟ يعني إسرائيل الآن لا تفكر بعقلية منطقية منضبطة. جزء من هؤلاء الوزراء لديهم يعني يتصرفون انطلاقا من وعود دينية وتوراتية وليس من اعتبارات منطقية وعقلية واستراتيجية. لذلك ليس من المستبعد أن توسع إسرائيل دائرة الحرب لتشمل لبنان، ولكن في لبنان الوضع مختلف. حزب الله لديه ذخائر ولديه حدود مفتوحة بإمكان أن يعني يصل إليه المدد من المقاتلين والأسلحة، ولديه القدرة على إلحاق أذى بالغ في البنى التحتية للاقتصاد الإسرائيلي وإلحاق خسائر بشرية كبرى في صفوف الجيش الإسرائيلي وقواعده العسكرية. ماذا عن الخسائر أيضا التي تلحق بقوات الاحتلال يعني في الأيام الأخيرة، وتتضاعف حجم هذه الخسائر وإخفاء المعلومات يعني، وما موقف الإعلام الإسرائيلي الداخلي من تلك الخسائر؟ الإعلام في إسرائيل دائما ينحاز إلى الرقابة العسكرية. هذا الإعلام الإسرائيلي يتبع للرقابة العسكرية في أوقات الحرب، لا ينشر أي نبأ إلا إذا كان يعني بموافقة الجيش وما من شأنه فقط رفع الروح المعنوية. هناك يعني تقارير كثيرة تفيد أن الإعلام في إسرائيل يمارس يعني حجب للمعلومات الممنهج عن الجمهور في إسرائيل، تحديدا فيما يتعلق في الخسائر البشرية وفي الإخفاقات الاستخبارية. نعم سيد أنس أبو عرقوب خبير الشؤون الإسرائيلية، بشكرك شكر جزيل على هذه المداخلة. كنت معنا على شاشة قناة النيل الأخبار مباشرة من